السلام عليكم. هذا فندق جديد أنشئ مؤخرا في باب الزوار، مدينة باب الزوار، بالقرب من جامعة هواري بومدين. وهذا الفندق يمتاز بالفصاد نتاعو اللي تعتبر جميلة، وهذا النوع تاع الفصاد الواجهة هادية معمولة بديكارو تاع دي مول مولي أباز دو بلاتر، مخدومين بالجيبس مخلط بالإسمنت الأبيض معزز بال فيبر دو فير، يعني الألياف الزجاجية، لكي يصبح يعني يصبح مقاوم للزنتمبيري والتنشيتي. وكذلك فيه يعني ينتج افيك دي مول ولي بياس هادو سون كالكولي اباس دان كالكول نوميريك سور اورديناتور و امبريمي افيك لامبريمي افيك لي امبريمونت ا 3 دي اون كيلكو سورت امبريمونت ا 3 دي وتصنع هاد الاجزاء هادي يعني اون بري فابريكي يعني مهيئه مسبقا، ثم يعني تتحط فوق دي سيبور اون الومنيوم اللي تتفكسوا في الاساف الحائط، ثم يجي هذه الاجزاء هذه وتعطي نتيجه رائعه جدا. ولهذا لي موتيف هذو يعني تقدر تحطهم حسب التصميم نتاعك اللي حبيت. التصميم نديروه في كما قلنا في الكمبيوتر بطريقه رقميه، ثم يخرجوا هذه الاجزاء يعني يتحطوا ويكون فيها ناجونسمون، وتي النتيجه هذه هي اللي راكم تشوفوها فيها في الفندق هذا الرائع جميل. يعني نترككم مع نهايه الفيديو، السلام عليكم. أنا أقول لك 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 أن